السلام عليكم. العاصمة الأوكرانية كييف تفاجأت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بهجوم بطائرات مسيرة الإيرانية على نقاط حساسة للغاية. نتحدث هنا عن البنى التحتية لكييف مرة أخرى تتعرض للهجوم. الأوكرانيين أساسا قد نشروا صورا ومقاطع مصورة لتبعية هذه الضربات بالطائرات المسيرة كما تلاحظون بأنها ضربت إحدى محطات الطاقة، إحدى محطات طاقة الكهرباء. هذا هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه روسيا، واضح جدا، ليس هنالك خلافا على هذه المسألة. وهذا الهجوم يأتي على الرغم من أن وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قد أعلنت بأنها قد تمكنت كما تلاحظ في 19 من ديسمبر أي اليوم تمكنوا من عملية إسقاط 30 طائرة من الطائرات المسيرة من نوع شاهد 136 الإيرانية المفخخة، ولكن واضح أن هذه الضربات توضح لنا بأن الهجوم كان بأكثر من 30 طائرة. الهجوم في حقيقة الأمر بحسب ما ثبتته الوكالات الأوكرانية كان قد تم ب 35 طائرة من هذه الطائرات المسيرة التي استهدفت محطات الطاقة الكهربائية بنجاح على ما يبدو. وهذا طبعا يوضح من خلال هذه الهجمة، توضح أيضا أن الدفاعات الأوكرانية كانت ناجحة في اصطياد هذه الطائرات بنسبة 87% تقريبا من المجموعة الذي ذكرناه، وهذه نسبة جيدة. ولكن المشكلة عندما تذهب طائرة أو طائرتين عن هذه النسبة وبقية النسبة المئوية هي كافية لتضعك في مشكلة، لأنهم يستهدفون محطات الطاقة الكهربائية. هذا الهجوم هو يأتي بعدما أعلنت كييف صباح يوم أمس بأن الطاقة الكهربائية قد عادت إليها، وذلك لأنهم تعرضوا إلى هجوم كبير الجمعة الماضية بأكثر من 70 صاروخا من صواريخ الكروز. أيضا كانت الدفاعات الأوكرانية حاضرة في التصدي لهذه الصواريخ بنسبة 79%، ولكن ما بقي من هذه النسبة المئوية كما نتحدث ضربت أيضا البنى التحتية للطاقة الكهربائية وأخرجت كييف عن الطاقة الكهربائية لمدة 48 ساعة. عادت الطاقة الكهربائية من جديد، وها هي الطائرات المسيرة تأتي لتستهدف البنى التحتية، وهذه طبعا أصبحت خطيرة للغاية إلى درجة إلى أن وكالة ناسا كانت قد نشرت صورة لكوكب الأرض لهذه المنطقة تحديدا بعد الهجوم الذي جاء بصواريخ الكروز والضربات التي أخرجت تماما كييف عن الطاقة الكهربائية. وهذه الصور هي التي نشرتها طبعا وكالة ناسا، وكما تلاحظون هنا فإن النقطة المظلمة، البقعة المظلمة هنا هي أوكرانيا. هذه هي أوكرانيا كما تلاحظ، ليس هنالك طاقة كهربائية. هذه هي موسكو التي تلاحظونها وهي منيرة، وهذه هي طبعا أوروبا بأكملها. هنا كما تلاحظون الوضع في أوكرانيا لا يبدو مريحا، ونحن بدأنا الشتاء الآن، بدأنا بهذه الطريقة والظروف على ما تبدو بأنها صعبة للغاية بالنسبة للأوكرانيين. وطبعا هذه تأتي في ظل ظروف مثيرة للغاية، هي تأتي في ظل أيضا، ويجب أن ننتبه إلى هذه المسألة وهي مسألة مهمة، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصل، هذا الرجل فلاديمير بوتين، ودعونا نأخذ هذه الصورة مرة أخرى اليوم، قد وصل إلى بيلاروسيا للقاء من؟ للقاء الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وكذلك بأن وكالة مهمة جدا، وكالة الروسية وهي وكالة انترفاكس، كانت قد أعلنت بأن القوات الروسية التي دخلت في أكتوبر الماضي إلى بيلاروسيا هي بدأت بعملية مناورات، وستبدأ بعملية مناورات عسكرية مع القوات البيلاروسية بشكل مكثف للغاية في هذه المنطقة. وهذه تأتي مع تقارير خطيرة قد نشرت من قبل The Guardian البريطانية، من قبل Foreign Policy، بأن هنالك هجمات متوقعة، وحتى تصريحات أوكرانية بأننا سنكون أمام هجوم كبير سيأتي على كييف مباشرة من قبل القوات الروسية والقوات البيلاروسية. الكل يترقب ما ممكن أن يكون قادما من هذا الهجوم تحديدا. وكذلك بالنسبة للقوات الروسية وروسيا، مع كل هذا الضغط الذي نتحدث عنه، فإن في شرق أوكرانيا هنالك دخولا للقوات الخاصة الروسية إلى إحدى الجبهات المهمة الموجودة في شرق أوكرانيا. القوات التي نتحدث عنها هي القوات المنقولة جوا الروسية، هي الVDV، هي التي دخلت على إحدى أهم الجبهات الموجودة هنا في شرق أوكرانيا. نتحدث عن دانييتسك، ونتحدث عن لوغانسك، ونتحدث بشكل مباشر عن باخموت، هي النقطة التي دخلت لها القوات الخاصة الروسية. وإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لك
لكي نلقي نظرة على دونباس، لوغانسك، دانييتسك. دعونا نقترب من هذه المنطقة بحسب معهد دراسات الحرب وبحسب ميليتري لاند هي التي ثبتت الحقيقة مما يأتي. هذه هي باخموت، هنا كوستانتينيفكا، هي المنطقة المحترقة، المنطقة والجبهة النارية الآن التي تجري فيها الكثير من المعارك. طبعا القوات الأوكرانية الآن، ولكي نفهم بأنها موجودة في باخموت، موجودة في جميع هذه المناطق التي ترونها، ليس لديهم مشاكل، وكذلك بأنهم متواجدون أيضا في سوليدار، وكان لديهم تواجدا في ياكوليفكا. القوات الروسية بالنسبة إليها هي بدأت بالضغط بشكل كبير من قبل سرية فاغنر من الجبهات الأمامية لباخموت في محاولة اقتحام كبيرة، حتى هذه اللحظة لم ينجحوا في تحقيقها، بل إن القوات الروسية أيضا هي بدأت تضغط بشكل كبير ووصلت إلى هذه النقاط بالضغط على هذه المنطقة التي ترونها التي هي تحت سيطرة الأوكرانيين وهي كليتشيفكا. القوات الروسية طبعا وصلت إلى بيلاغورا، وصلت إلى هذه المنطقة التي ترونها، وبدأوا بإحاطة كليتشيفكا، بدأوا بإحاطة باخموت، وكذلك بشكل مثير هنا بأنهم تمكنوا من عملية اقتحام ياكوليفكا في آخر الإحداثيات وفي آخر التطورات، ودخلوا أساسا إلى سوليدار وبدأوا بحرب شوارع، دخلوا في حرب شوارع كبيرة هنا في هذه المنطقة تحديدا. وسوليدار الآن تشهد معارك كبيرة، وعلى هذا الأساس القوات الروسية الآن أصبحوا في موقع قوي للغاية. عندما نتحدث عن هذه المعركة هي مهمة للغاية بالنسبة إليهم، لأنهم قطعوا هذا الطريق الذي ترونه تماما مع التقدم الروسي، وأيضا بأنهم على وشك قطع الطريق الذي يمتد من سيفريسك إلى باخموت. هذه هي سيفريسك، وأيضا في نفس الوقت أن هذا الطريق الذي يمتد من باخموت إلى كوستانتينيفكا أصبح تحت النيران الروسية، وأصبحت المدفعية حاضرة لضرب هذه النقاط، وبالتالي بدأت باخموت وبدأوا بمحاصرتها. وهنا تأتي النقطة المهمة، قوات النخبة الروسية دخلت على هذه المعركة الآن مع نخبة أو مع قوات فاغنر هنا وسرية فاغنر، دخلوا إلى الجبهات الأمامية وبدأوا بعملية معارك خطيرة للغاية تجري الآن في منطقة باخموت في ضغط جديد ومتطور وخطير للغاية. وأيضا في نفس الوقت الأوكرانيين منتبهين على هذه المسألة، وأدخلوا أيضا قوات النخبة الأوكرانية، نتحدث عن القوات المحمولة جوا، اللواء 46 أيضا دخل إلى باخموت، وأصبحنا على قوات النخبة للبلدين دخلت إلى هذه المعركة، معركة هائلة جدا. عندما تلقي نظرة على طبيعة ما يجري ستتفاجأ أن هذه الساحة أصبحت مدمرة، المدينة مدمرة بالكامل، ليس هنالك شيئا على قيد الحياة عدا الجيش الأوكراني وعدا الجيش الروسي. كما تلاحظون هنا، إذا توقفنا في هذه المنطقة وحاولنا أن نكبر الصورة قليلا ونتوجه مثلا لأخذ بعض العلامات فقط لنتأكد مما يجري، ستجد أنت فجأة نفسك أمام نهر، هذا هو نهر باخموت، وهذه منطقة كما نلاحظ بأنها مفجرة وبأن هنالك منازل تبدو واضحة. ولكن أهم نقطة يجب أن نبحث عنها هي هذه المنطقة، هذا المبنى الذي يبدو باللون الأزرق وبجانبه مبنى أزرق آخر، وهنالك مباني زرقاء، هي مهمة لمعرفة هذه المنطقة بالإضافة إلى مبنى أبيض كبير وكأنه قلعة مع مبنى أحمر، سيكون واضحا عندما تقترب الصورة بشكل أكثر. وبالتالي عند الاقتراب من هذه النقطة، دعونا نقترب منها الآن، ستلاحظ بأن هنالك عمليات ضرب، عمليات قصف ليست عادية أبدا، تقترب منها ستلاحظ الضرب مستمر. هذه المنطقة إذا ما ذهبنا للقمر الصناعي إلى باخموت مرة أخرى لكي نفهم ما الذي يجري، ستجد هذه هي باخموت، هذا هو نهر باخموت، نبحث عن المبنى الأزرق أين هو، هذا هو المبنى الأزرق، لاحظ كل شيء متطابق، هذا هو النهر، هذا هو المبنى، وبالتالي أنت أمام المبنى الكبير، المبنى الأحمر، هذا هو المبنى المدمر. وبالتالي واضح جدا أن القوات الروسية تحاول السيطرة على هذه المنطقة وبعدها محاولة التقدم واتخاذ من هذا النهر نقطة أساسية بالنسبة إليها أو دفاعية وبدء مرحلة أخرى في التقدم إلى باخموت، ولكن هذا الأمر لم ينجحوا به حتى هذه اللحظة. الأوكرانيين مسيطرين على هذه المنطقة كما تلاحظون باللون الأزرق، والقوات الروسية باللون الأحمر من قوات النخبة التي تحدثنا عنها طبعا وسرية فاغنر الروسية.
الروسية، وهنالك سهم هنا، هذا السهم هو يوضح هذه المدرعة التي ستظهر أمامكم. لاحظ هذه الجبهة كيف هي مشتعلة، سترى بأن هنالك مدرعات أوكرانية تتحرك دفاعا عن هذه المدينة. المنطقة محترقة تماما والأمر ليس بالسهل مما يجري هنا، وهذه المعركة تحديدا وهذا الضغط الروسي الكبير على هذه المدينة هو يأتي أيضا مع تحركات استراتيجية روسية مفاجئة وظهرت قبل يومين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجأة حرك هذا الصاروخ النووي الاستراتيجي وهو صاروخ أفانغارد. فجأة تحدثت وكالة تاس الروسية قبل يومين بهذه الطريقة بأن هذا الصاروخ قد تحرك فعلا وقد وصل إلى هذه المنطقة، وضعه الروس هنا في هذه المنطقة وهي أورنبرغ التي ترونها هنا. طبعا روسيا وهذه هي كازاخستان وهذه هي أوكرانيا، هم قاموا بوضع هذا الصاروخ تحت الأرض في أورنبرغ، مجموعة من الصواريخ وضعوها، وبالتالي هي أصبحت باتجاه أوكرانيا وباتجاه أوروبا وحلف الناتو بأكمله. وعلى هذا أساس الظروف أصبحت خطيرة للغاية بتحريك هذا الصاروخ، بل إنهم نشروا مقاطعا لتحريك هذا الصاروخ العملاق الذي ترونه. الصاروخ قادر على ضرب أي هدف حول العالم بأقل من 30 دقيقة بفضل السرعة التي يتمتع بها، ألا وهي 27 ضعف سرعة الصوت، وهذا يعني أكثر من 33 ألف كيلومترا في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى قدراته النووية الخطيرة. لاحظ كيف يضعون الصاروخ بهذه الطريقة. هذه هي كانت اللحظات الأولى لوضع هذه الصواريخ تحت الأرض في أورنبرغ التي ترونها، والصاروخ تعتبره واعتبرته الناشونال انترست بأنه خطير للغاية العام الماضي، خطير للغاية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الناتو بسبب قدرته على المناورة العالية وإمكانياته العالية، بل إن الأوروبيين أيضا قالوا بأن هذا يعتبر الكابوس النووي. واضح جدا بأن التحركات الروسية والضغط الكبير، الاجتماعات في بيلاروسيا، المناورات بين روسيا وبيلاروسيا، هذا الصاروخ، إدخال قوات النخبة في بخموت، وهذا الضغط الكبير كله يأتي كردة فعلا عما سمعناه منتصف الأسبوع الماضي من نية الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال منظومة الباتريوت إلى أوكرانيا لحماية الأجواء الأوكرانية والبنى التحتية الأوكرانية من الهجمات الروسية. وهذا ما جعل سياسيين مخضرمين أمريكيين أن يدخلوا على الخط، دعونا ننهي هذه الحرب. وأتحدث هنا عن الثعلب العجوز، مهندس السياسة الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هو هنري كاسنجر. هذا الرجل تحدث إلى ذا سبكتيتر البريطانية كما تلاحظون قبل يومين. الرجل تحدث بكل واقعية وقال لا تضغطوا على روسيا، ابتعدوا عن روسيا الآن، لا داعي للتفكير في تفكيك روسيا وأن تذهب روسيا للانهيار، ودعونا أن نوقف إطلاق النار، روسيا تعود إلى مناطقها إلى حيث ما كانت وتبتعد عن المناطق التي تقدمت إليها، لوغانسك، دانييتسك، مثل زاباروجيا، مثل خيرسون، يعودون من هذه المناطق. يكون هنالك استثناء ومفاوضات منفصلة حول ما يجري في شبه جزيرة القرم، ودعونا نقوم بعملية استفتاء في خيرسون وزاباروجيا ودانييتسك ولوغانسك، في هذه المناطق التي ترونها، لنقوم بعملية استفتاء لنرى ما الذي يجري في هذه المنطقة وما الذي يريده الناس، بحسب طبعا أن يكون هنالك إشرافا دوليا على هذا الاستفتاء. من يريد روسيا ستتجه روسيا إليه، ومن تريد الأوكران سيتجه له الأوكران وتصبح مدينة أوكرانية، ونوقف هذه المعارك، لا داعي للذهاب بعيدا في هذه المعركة الخطيرة للغاية. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية قد يعتبر البعض بأن الرجل عجوزا ووصل إلى 99 عاما من عمره، ولكن يستمعون إليه جيدا لأن هذا الرجل كان قد لعب دورا بارزا في الحلول ووضع الحلول والانفراج الكبير التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أثناء ما كان هو وزيرا لخارجية ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد. الرجل أيضا يعرف الكثير من التفاصيل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقاه في العديد من المرات منذ أن جاء بوتين لقيادة روسيا في عام 2000. وطبعا هذه كلها تطورات خطيرة، تطورات كبيرة، أصبح العالم فجأة بين توجه لحرب نووية، بين أن يضرب كل شيء من الطاقة في أوكرانيا، وبين حقيقة أن تكون هنالك مفاوضات وتنتهي هذه الحرب بسرعة.